طيب خلينا دلوقتي نروح مع حضراتكم لموهبة استثنائية لطفل اسمه مازن محمد. مازن عنده 9 سنين، بيعزف بيانو بشكل محترف ومختلف ومميز جدا. خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. أنا اسمي مازن محمد علاء الدين سعد دجلول، انا داخل ثالثه، عندي 14 سنين. وانا كنت عندي سنتين جربت، يعني كان عندي اورج كده وانا كنت صغير، جربت اعزف عليه وكده وجربت اتعلم فيه، لقيت نفسي اللي انا يعني بقيت اتعلم وكده. وانا في المدرسه اصحابي بقى عرفوا يعني اللي انا بلعب بيانو وكده، وبعدين عملت يعني حفلة صغيرة، مش أنا كده يعني، جيت أعزف، عيال معرفهمش خالص كتيرة جدا جم يفرجوا عليا، ويعني زي ممكن نص المدرسة عرفوني اللي أنا بعزف وكده، لقيت نفسي بقى اللي أنا بعزف حاجات كويسة وكده، وبعدين يعني بقيت أزود وكده ودخلت في حاجات صعبة. انا بعزف حاجات كلاسيكيه زي راخمينوف وتشوبن، الناس دي كده. الموسيقى اللي انا لسه عازفها اسمها فانتاسي امبرومتو مع عن تشوبن، وفي في موسيقى اسمها كوكتيل سينا انا بعرف اعملها برضو، هي موسيقى سماعي كده يعني ملهاش توتوريال، بس تسمع وتلعب النغمه. قضيت عم احمد وتعالى ادلعك وكوكتيل سينا، بس ما عنديش كتير قوي يعني. انا عايز ابقى حاجه كبيره بقى، اعزف بقى في كونسرت وكده يعني، حاجات كبيره دي يعني وكده، وفي الاوبرا وكده بقى، وعايزه اتعلم نوته عشان بقى اعرف اعزف بقى في كونسرتس وكده. بعتبر نفسي وتر جوه البيانو، واحد من الوترز. لما لقيت عنده الموهبه بدات اشجعه، بدات انمي له الموهبه، بدات اجيب له حاجه اكتر، جبت له بيانو برضو، بعدين بدأت أدور على حد في الأوبرا أو حد في أي مكان إن يتعلم نوتة، فبدأ هو بدايات بسيطة في النوتة، بس هو سماعي يعني، هو أكتر الموسيقى اللي هو اتعلمها سماعي. وفرنا له الجو النفسي المناسب جدا والحياة الصحية عشان يبدأ ينمي الموهبة بتاعته. العظمة دي يعني ما شاء الله ما شاء الله، 10 سنين يعني، لسه ما تمش ال10 سنين. اللهم لا حسد يعني، بسم الله ما شاء الله. وبيعزف سماعي. سماعي طبعا، اصعب سماعي اللي هو بيسمع حاجه، بيسمع اي نوع من انواع الموسيقى بيطلعه على طول هو من نفسه من غير نوت على البيانو. انا الحقيقه لفت نظري كمان حاجه يا عبد الصمد، لفت نظري بابا قال من اول ما شاف الموهبه عنده ابتدى يدور على حد يعلمه على البيانو، وابتدى يدور على ان هو ازاي هيقوا له المناخ حوالين هو يقدر يبدع ويطور من نفسه. في حد تاني ممكن يشوف ابنه بتضيع وقت، لا مش فكره بتضيع، ده هادي جدا، لازم ينزل يلعب مع اصحابه. صحيح. الدكتور ده انا ابني ما بيتكلمش وما بيلعبش. في اباء تاني يا جمانه يقول لك لا انا عاوزه يركز اكتر. صحيح. في التعليم، ودي موهبه ايه بيانو يلعب بيانو. الولد عنده بسم الله ما شاء الله نضج وشخصيه، يعني عارفه كاركتر، لا في نضج. انا عاجبني مايسترو في نفسه، والله فعلا مايسترو في نفسه. وقال لك يعني عاجبني قوي جملته اللي قالها، قال لك انا بعتبر نفسي وتر في البيانو. حبيبي ما شاء يعني الله، وعاوز ابقى حاجه يعني. هو مش بيعمل الموضوع عارفه كمان كهوايه، لا هو خدها هوايه وابتدى اللي هو يتفنن بقى فيها ويبدع فيها ويكبر فيها. وعلشان كده كمان بابا ابتدى اللي هو يدعمه، يعني بابا دعمه وديته الاوبرا، لا وابتديت احوله السماعي لفكره اللي هو يبقى نوته. فلا في دوروا على كل موهبه جوه اولادكم علشان تطلعوا يعني الف مازن بقى من ده. الشغف كمان اللي جواه هو بيتكلم، انت نفسك وانت بتسمعه بيجبرك ان انت فعلا تركز معاه، يعني غير لما يكون حد بقى بيعرف يعني. في ناس تعرف تعزف بيانو كويس. صحيح. في ناس بتعرف تعزف كذا آلة موسيقية بالمناسبة كويس، لكن فكرة ان هو شغوف بده وبجد بيحبه وقاعد ومهتم واسرته بتدعمه، فعلا الموهبه دي حاجه مهمه جدا 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 ان احنا نهتم بيها وننميها في اولادنا، مش مجرد رفاهيه ولا تضيع وقت. صحيح. خالص. مازن ان شاء الله هتكون حاجه كبيره زي ما انت ما قلت، وهتبقى ضيف معانا في صباح الخير يا مصر، وانت حاجه كبيره، وانت دلوقتي بالفعل حاجه كبيره في عيوننا على الاقل.